في البداية يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بالشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء. ونرحب فيكم أخواننا وأخواتنا الخريجين. يا مرحبا بك، تفضل طويل العمر. السلام عليكم. عليكم السلام. حاب أبارك لكم على تخرجكم من الثانوية، والله يوفقكم إن شاء الله في الأيام الجاية، وأنقلكم سلام الشيخ محمد بن زايد وتهانيه لكم وتبريكاته لكم في تعدي المرحلة هذه، وإن شاء الله الله يوفقكم في المراحل الجاية. تعبت في هال 12 سنة، فحسيت راح أبدأ مستقبل جديد. وايد استانست بالنتيجة اللي جبتها الحمد لله، وأتمنى أني خليت أهم شيء أهلي فخورين فيه. والحمد لله نتخرجنا مستعدين احنا ان شاء الله للقدمة. استانسنا وايد ان تخرجنا من الثانوية، لان خلصنا هالمرحلة ان شاء الله نبدي مرحلة احسن ان شاء الله، من هني للاعلى ان شاء الله. من الحين تبدا المسيرة الصعبة، وليفات ترى كان شيء بسيط. استانسنا يوم هذا شفنا اننا ناجحين وخلصنا الحمد لله الدراسة. احب ابارك المزون ناصر علي وعلي عبد الرحمن عبد الكريم، استطاعوا أنهم يجيبون نسبة أعلى عن 90%. إخواني وخواتي، أتمنى لكم التوفيق، والله ييسر أموركم ويوفقكم في الأيام الجاية، وعيدكم مبارك مقدما. مشكورين، الله يحفظكم.